عادت الفنانة فردوس عبد الحميد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 5 أعوام منذ شاركت في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان عام 2016، وجاءت عودتها من خلال مسلسل نسل الأغراب مع الفنان الكبير أحمد السقا والفنان القدير أمير كرارة ومي عمر. وقالت فردوس عبد الحميد إن المسلسل كان بمثابة ملحمة صعيدية عادت من خلالها إلى التعامل مع اللهجة الصعيدية بعد انقطاع طويل منذ أن شاركت في فيلم الطوق والإسورة عام 1986. وأكدت الفنانة ضرورة أن يتحصن الفنان بعوامل عدة حتى لا يتجمد عند مرحلة أو طريقة أداء معينة، ويتمكن من المحافظة على توهجه طوال مشواره الفني، في مقدمتها أن يكون مواكبا للثقافة بشكل مستمر، خصوصا أن بعض المخرجين والمنتجين العرب يستسهلون ولا يملكون في بعض الأحيان الجراءة على تغيير شكل الممثل. وأكدت أنه لابد أن يكون للفنان في كل مرحلة شكل جديد ويحاول تغيير الشكل الذي تعود أن يتم وضعه فيه. قالت الفنانة فردوس عبد الحميد بأنها قدمت خلال مشوارها الفني أعمالا لم ترضى عنها، وقالت لن أكون صادقة أو واقعية لو قلت إني راضية عن كل اللي قدمته، توجد أعمال قمت بها لظروف مادية لأن التمثيل مهنتي وليست لي مهنة أخرى، توجد ظروف بقيت فيها من دون عمل لفترة طويلة وكنت غير موجودة، لم أجد نفسي في أشياء تعرض علي، وهذا الجلوس يضر بالفنان ويأخذ من رصيده كثيرا فيضطر أن يقبل بأشياء لا يقبلها في الظروف العادية، ومع ذلك عندي حد أدنى ألتزم به. الفنان نبيل الحلفاوي. نجح نبيل في أن يحتل المرتبة الأولى وبعد طوال انتظار أثمرت جهوده في دخول عالم المجد والشهرة. من هذا المنطلق يفرض الفنان نبيل الحلفاوي نفسه بقوة من خلال الشخصيات التي يجسدها، لكنه يحرم الكثيرين من الاقتراب من تفاصيل حياته الشخصية ويرفض الظهور الإعلامي أو الإدلاء بتصريحات صحفية، مكتفيا بما يدونه على حسابه الخاص بموقع التواصل. لكن حسب المتاح سبق وأن تزوج من الفنانة فردوس عبد الحميد. هل تعرفون أن هذا الفنان الشهير هو ابن الفنانين فردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي؟ أحيانا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والإخراج على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة وآخر يشارك كضيف شرف، أما بعضهم فقد ظهروا على الساحة الفنية كمخرجين لتلك الأعمال الفنية، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه وتعلق قلوب الجمهور بفنهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي. ومن بين هؤلاء المخرج خالد الحلفاوي، وهو فنان ومخرج مصري وابن الفنانين الكبيرين فردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي. عمل كمساعد مخرج لفترة، ثم في عام 2015 أخرج أول أفلامه زنق الستات، ثم توالت أعماله الفنية حتى تجاوزت 20 من أنجح الأعمال في سنوات قليلة، ومن أشهر الأفلام التي أخرجها نادي الرجال السري، كذبة كل يوم، عشان خارجين، خلاويص، أما المسلسلات بدل الحدوتة 3 وفرصة تانية والوصية وغيرها.